المحامي مر لعندك؟ عال انا بدور اطلع عليك. ليك هون الشباب كلهم بيسلموا عليك، ها كان بدهم يجوا يزوروك، انا قلت لهم ما في لزوم للشوشره. ولا يهمك، اذا احتاج الامر لمظاهره بجيبهم كلتنا وبنجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي ظرف هذا من السيد رامز. ايه ليك وصل، وصلت الامانه كمان. بالنسبه للبيت لا تهك الهم، الله معك الله معك. يا اهلين وسهلين. هلا عن حق حضرتك بطل القصه؟ ايه نعم. اهلا اهلا اهلا، تفضل ارتاح. كتر خيرك حبيبي. يا اهلا، رامز بيعزك كثير. ها الحمد لله، انا كمان كثير بعزه وبحبه لرامز، شنو انا وياه يعني اصحاب متي كان ولد. هلا هيك. ايه حكالي هو عن اصل المعرفه بين بعض. المهم قال لي انه بدك خدمه من الجريده، امور. يعني اذا بتأمروا تساعدونا تنشروا لنا هالصوره هي بالجريده عندكم. صوره مين هي؟ هي صورتي انا، وتحطوا معها مثلا يعني انه وصول الملياردير مجعص الهقط، مع هيك ديفاجم من تبعاتكم. اي بس ما بنقدر ننشر هيك شيء لانه الخبر كاذب. يعني هلا كل الاخبار اللي تنشروها عندكم بالجريده مزبوطة؟ ليك هلا انا بتمنى اتعاون معك، بس في اصول للنشر. انا هذيك اليوم قريت عندكم الجريدة يعني انه قال مدري مين يهنئون فلان وفلانة بعقد قرانهما. ايه هذا يعتبر اعلان. وهذا اعتبروا لنا اعلان كمان. بس هو ما في هيك ملياردير. يعني هلا حضرتكم بالجريدة بعتوا حدا مشان يتأكد انه انعقد قرانيهما ام لا؟ بس انت عم تطلب نقول وصل، هو لا في ملياردير ولا وصل. هلا لما حضرتكم بتحطوا اعلان عن منظف بتجيبوا غسيل على الجريده بتغسلوه مشان تتاكدوا انه بينظف ام ما بينظف. يظهر قربنا نصل. والتهاني والنعوات وهذا يعني اعتبروه تهاني، شو ما بتريدوا ندفع. بعدين استاذ برايك ما لازم نعمل شيء مشان رامز؟ مسكتني بايدي اللي بتوجعني. قل لي كيف بتريد الاعلان؟ يعني بتحطوا صوره وبتقولوا مثلا يعني تهاني هيك انه عشائر الهقط تتمنى وصولا بالسلامه لعميد اسرتها، أو بكفي وصول الملياردير مجعص الهقط. أيوة. ليش تاني توقف عن النشر؟ أنا بعرف إنه كل متهم بريء لحتى تثبت إدانته. وما بتصدقوا إنه تاجر مخدرات لينشنق؟ يا سيدي وقت اللي بينشنق بيكون هو توقف لحاله عن الكتابة. هذا الإيد الخفية ما دغري. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.